اضراري بره. طب ما انا ممكن احل مشاكلي مع نفسي. لا معلش، ما هو دي لا هي دي مش بقى بتروح لاي الفضفضه. حد، هي مش بتروح ما دي حاجه مهمه بقى، كنت دايما نتكلم عليها، دي هنختار حد نقطه يكون مهمه امين جدا. وحكيم ومختص، اصل انا هقول متخصص في لحضرتك ده. على حاجه، احنا هنتكلم كده ايه بصراحه جدا جدا جدا، خلص اتفضل. من الحاجات المضحكه اللي انا بس احنا اللي بشوفها. هنغلب على فكره، احنا 2-6. لا 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 لا، من الحاجات المضحكه اللي انا بشوفها، واحده تروح تحكي لواحد صاحبها صديقها ايا كان المصطلح، تمام، وبيحصل معايا واحد واثنين وثلاثه واربعه، وما فيش شهرين وسوري يعني في الكلمه، نلاقيهم ماشيين مع بعض. ما ده بقى من الاول اصلا كله غلط اصلا، ما ينفعش الكلام ده يحصل، ما ينفعش نهائي ان انا في كلمه صداقه واقعد احكي له واقعد اشكي له والكلام ده، ده مش لا في الدين ولا في الاخلاق ولا في اي حاجه خالص. فانا ما ابتديش الغلط وازعل من نتائجه، انا بس عايزه في امنعه رأي من تاني الاول بيقول خالص. اتفضلي. يعني ان دايما الست سوري يعني إيه، لما بتكون عندها صاحبه، وده شفناه كتير قوي الفتره اللي فاتت، ان صحاب البنات ممكن يبقى عندهم حته الغيره من بعض، ده لكن انت اكيد. لو في صديق ليكي راجل فاكيد مش هيغير منك لان انت ست وهو راجل. فيعني دايما الست ساعتها بتشوف ان مثلا ان صاحب الراجل بيكون افضل ليها في النصيحه، لا في ده لو كان فعلا هو صديق يعني ما كانش هو حاجه مش تانية. مبرر برضه، فالست مش بتقدر مبرر، تميز ما بين ده وده. مش مبرر. في مين قال كده؟ مش كل الستات وحشه، وفي صحاب بيتمنوا لاصحابهم كل حاجه حلوه، او حتى على الاقل اقول لك احنا مش ملايكه، وعادي الغيره موجوده جوه النفسيه وفعلا في البنات موجوده. بس الفكره انا لما بحس شعور الغيره بحب بعمل ايه؟ احنا بنطرح رأي هل هي يعني، احنا مؤذنه؟ ما هو بصي، بنقول ما انا احنا في بترجمه، اراء بتقول ده بترجمه بالظبط بس انا بقى عشان وبحلله. هتخانق. لا احنا اتفضل. دلوقتي كرجاله او كراجل شرقي، يا فرحتي مراتي رايحه تشتكي لصاحبها لا مشاكل طبعا، ما بيننا، لا طبعا مش مقبول، مش ومش عشان بس احنا شرقي في عشان دين. 2021 يا جماعه. لا لا حتى مش ولو عشان شرقي، مش عشان شرقي، عشان دين. مفيش حاجة اسمها ان انا او في واحد صاحبي، المصطلح ده مش موجود لا اصلا. في صداقة، لا ما هو طب صداقة ليه بس في بحدود. ليه دايما بناخد من في الدول الأوروبية يعني حاجات وحاجات لا؟ يعني الصداقة دي معروفة على مر السنين، في صداقات. ليه المجتمع الشرقي مش قادر يعترف ان الست والراجل ممكن يكون في ما بينهم صداقة، صداقة محترمة جدا وأخوية يعني ما فيهاش تفاصيل تانية بصي، هي خالص. كلمة صداقة على فكرة مش كلمة قليلة، كلمة صداقة دي يعني أنا حد جاي من تمتد الصدق. اعتقد لحاجات طبعا كتير. طبعا لا، انا حته ان الصداقه من رجل ست لا، انا بالنسبه لي ده مش مصطلح مقبول. احنا في معرفه، في اخوه، احنا بحكم الشغل طبيعي لما بنتكلم ممكن اسلم، ممكن كل الكلام ده ماشي، انما ما اخدهوش كده بدون عن كل الناس واقعد احكي له اسراري وكلامي. لا طب انا هقول لك على حاله، ما تتوقعيش خالص ان هي تكون انا كويسه. انا هسالك في حبيت حاله، اطرح الاسئله دي لانها جات لي، ما انا فانا عارفه، ما انا حبيت عارفه انت اطرحها بتقولي في حاله شخصيه عشان انا خاطر اعرفها. ناخد منك الاجابه الصحيحه. في حاله شخصيه انا اعرفها يعني، تمام. والله يا كريم، طبعا هي مجرد صديقه. انا نازله هروح السينما مع فلان، فانا افتكرت فلان ده خطيبها جوزها. طب مين فلان ده؟ ايه ده ما عرفتنيش. لا فلان ده صاحبي عادي، انا بس زهقانه فهنزل اروح السينما معاه. فهنزل واروح السينما معاه، هنا في نقطه استفهام كبير. يعني لو هنزل معاه مكان عام مثلا يعني هنفوتها هنبلعها، لكن هروح لكن السينما سينما لا. يعني معلش يعني بالظبط ترجمي لي المنظر وانا داخل السينما واتنين قاعدين الون مع بعضيهم، ابقوا قاعدين ازاي؟ ايا كان هو الوضع كله مش مقبول، وربنا يكتب لنا كلنا الهدايه، محدش عارف مين احسن عند ربنا. بس هو اصلا التصرف كله معناه ان كان في حاجات قبلها حصلت كتير واتسكت عليها ومحدش، ما كانش فيه رقابه. فانا السؤال هنا فين اللي في البيت؟ فين اللي في البيت؟ بالزبط. ازاي وصلت لمرحله ان هي يعني خارجه مع واحد صاحبها؟ ما هقول لك على حاجه، احنا مشكلتنا ان في حاجات كتير عندنا قيم المفروض تكون موجوده في مجتمعنا واحنا هدمناها عشان استوردنا من الغرب المنظر بقى ان انا خروجات ومش عارف واخرج مع مين واكلم مين بشكل عادي ومش عارف اعمل ايه. فبدانا نحس ان انا عشان ابقى يعني روش وكده يبقى انا هعمل التصرفات دي، واللي بترتب عليها ان الاخلاق طبعا بتنهار. احنا مع التقاليد طبعا، احنا طول عمرنا متربيين عليها من احنا بالظبط صغيرين، كده لنا تقاليد. فهي الفكره في الرقابه من البدايه، هي وصلت المرحله ازاي؟ وانا مش بقول ان دي وحشه ومش مؤمنه او ولا مش عارف اخلاقها ايه، هي ممكن تكون ما تحطش عليها رقابه قويه او يعني البيت معاييره مش صح بالظبط، فوصلت لكده. مش بقول ان هي وحشه، بس هي لازم في خلل حد، معين لا لازم بيحصل. يكون في حد في نقطه مهمه بحسها دايما، ان الاهالي مش مواكبه العصور الجديده مع الاجيال، لانهم مش قادرين. هم طول الوقت اصلا في دايما، بصي دايما في فكر كده ان في فجوه بين الاباء وبين الاولاد. هي فكره ان الاولاد لما بتكبر، اللي هو احنا لما بنكبر شويه بنلاقي نفسنا بنفكر زيهم،
نفس الفكره بالزبط. فانا اكون واعي بقى مع نفسي كده من قبل ما اوصل للمراحل دي، ابقى انا جاهزه من دلوقتي وانا لسه هو لسه ما هخلف ولسه ولادي هيكبروا ولسه هيعملوا كذا، ابقى عارفه من بدري ان انا في مرحله هيبقوا هم حاسين ان انا الام بقى اللي بتنظر واللي بتعمل ومش عارف ايه، دوري انا وقتها اني اصاحبهم، دوري وقتها اني لو عايز اعلمهم حاجه مش بالتنظير، بالمحاكاه، بالقدوه. إن هو أنا أكيد مثلاً برضو دور الأم بيروح دلوقتي وسط الحياة العملية والمشاكل والشغل والالتزامات، أهم حاجة إن هي ما بتقدرش يعني على كل ده، ثقة عند أولادها اهم حاجه. انا عارفه بصراحه الضغوطات كتيره، ودلوقتي بقت المراه العامله خلاص يعني ده بقى طبعاً. وضع، فانا مش هقول ان مش هحط كل حاجه على الست، اهم حاجه بس يكون في بيننا وبين بعض الثقه. المراه بقت وزيره. اه بالظبط، فالمفروض يكون في على الاقل اضمن ان بنتي واثقه فيا، بنتي مش خايفه مني بالدرجه.